وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مع الزميلة دينا شرف مرة أخرى. شكرا لك يا ياسر، شكرا لك دينا، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 28، الصغرى 22، الإسكندرية 26-19، مطروح 26-19، بورسعيد 26-20، الإسماعيلية 29-19، السويس 28-22، العريش 27-19، طابة 29-21، شرم الشيخ 33-23، الغردقة 31-22، الأقصر 34-20، أسوان 35-22، الوادي الجديد 32-17، شلاتين 33-24، وأخيرا حلايب 30-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.